آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا سيدي يا رسول الله، يا رحمة للعالمين، انظرنا بنظر من عندك تفرج بها علينا وتحضرنا لرؤيتك يا سيدي يا رسول الله في الدنيا والآخرة. يا ربنا يا الله، يا ربنا يا الله، أنت خلقت محمد صلى الله عليه وسلم، فأفض علينا من هذه من أنواره يا ربنا يا الله، فأفض علينا من تجليات الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اجعلنا معه دائما في الدنيا وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. O Muslim brothers and sisters, I have spoken already, but نزولاً عند رغبة الشيخ نتكلم مرة ثانية. Because we have very dignified people here from Sudan, I will speak a little bit. I feel shy to speak in front of them. I don't really deserve to be accepted by the shoes. That's our place. That is what we have learned from our shuyukh.